قال وشويش، وقلت لالا عدامه، او زاد هيشان زبون الملابيش. عد ثلاث الاسامي في البيت الاولي، عد ثلاث الاسامي في البيت الاولي، هيشان وعدامه وشويش. قال وشويش، وقلت لالا عدامه، او زاد هيشان زبون الملابيش. ما هو ردى بمدبرين الجهامه، لكن هوش هويش يا هالربع ما هيش، هوش هويش ما هيش، ما حد سوى شراته، حد سوى سوايا هويش، كلن هاش وكلن سوى وكلن كر وكلن فر. يا خير هوش هويش ما هيش، يعني سوى شي ما حد سوى شراته، سوى شي ما حد سوى شراته. وآزم طير شلوى ينضرب به الوصوف بالقو، وهاي الكلمة ما تنقال لأي حد، تنقال للرجل اللي ما شي شراته، تنقال للرجل المحنك، تنقال للرجل الشجاع، تنقال للرجل اللي كلمته عن 40 ريال، تنقال للرجل اللي كلمته وحده، تنقال للرجل ما بدوني، تنقال للرجل اللي ما بتقود حرمه، تنقال للرجل اللي كلمته ما تغدي هنتين، تنقال للرجل الكريم الشجاع الاسمنلي الانسان الرقم واحد. هبة كلمة طير شلوى ما تنقال، ولا طير سنجار ما تنقال حق الانسان الهافي، ولا الانسان جليل المعنى، ولا الانسان الدروق، ولا الانسان اللي يتروع، هذا ما ينقال عنه طير شلوى، هذا ينقال عنه. شوف اقولكم القول واجف، بس عليكم تصبحون على خير يا طيور شلوى، يا الله يحفظك. صباح الخير صلاح، سلام عليكم. شو بتخبرني؟ وين؟ هذا ما عرفتك شو تقول. شو هذا؟ طاس. شو اسمه عاد هذا؟ شوف الشيشة. لا شو لازم تعرف شو اسمه هذا؟ ما اعرف. لا تعرف، تعرف تحسب البيزات، يوم حد يقول لك عطني 20 تعطي 10، هذا تعرف يعني. وهذا حين ما تعرف شو اسمه. شو اسمه؟ شوف الشيشة. لا سالك. سالك. لا سالك. لا سالك. خلاص ماشي، أول قول سالك. سالك. لا سالك. سالك. أفهمك صلاح. أسألك. أول بعد يقول سالك. سالك. بس خلاص تعرف. سالك. شو تبغى؟ يقول أريد أخذ سالك. سالك حق السيارة الجديدة. إيه؟ شو اسمه؟ سالك. رقم واحد. سالك بابا سيارة جديد. ايه 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 بلم يحين صراحة. فهمت؟ خلاص؟ يلا. حب لا خلي ولي هذا حبيبي، ناخذ واحد جديد. انزين ماشي مشكلة. شيل الملكية مع السيارة وعالشيشة. ويعطوكم اياها زين؟ خيخ هذا. خيخ. يلا يلا. حلوة. Good morning girls. Good morning بطة. صلاح هاي. ها شو قلت له صلاح؟ بطة زيني بطة. شو قلت لها؟ هاي. اوكي شو اليوم؟ بستورما وانه عند حلومي تشيز. Thank you. Thank you مدام. يوم عطينا دوارك أهل ابتكار الصبح، قلت لها ابوي قطع البصل بصغار صغار على نص رايبه وحمسيه لين يحمر وعزلي عليهم، ونشي بعد قطع الجبن، قطع الجبن الحلوم على اصغر عن رايبه وحمسيه لين يحمر وعزلي عليهم، وقطع البيضه المفيوحه صغار صغار وخلطيه كل ضربه وتشني زيب ويف الصمونه وحطيه في التوستر ويبي. هذا ما تشوفون وفلفل حمر مبروش هذا رقم واحد، والله رقم واحد. اي عيبني شريت تقرط. شو علومك صلاح؟ شو اخبارك؟ وين سرت؟ وين جيت اليوم؟ بس غابه بس ما صرت بنياس؟ لا العصر صرت عندكم خلاص. بس تريقت ولا؟ لا ولا اكلت ولا شيء؟ لا شاي. ها؟ شو كل؟ بسطرمه. اكل بسطرمه هناك؟ لا ها؟ شو كلت؟ هي تقول شو كل؟ ما تعال 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 يا سيدي. ماذا؟
خلاص ما علي ما علي ما علي. لا هناك بيت مدام خديجة. إيه. أخلي بستور ما. تريج يعني الصبح. شو تريج بيت خديجة؟ بستور ما. بستور ما ساندويتش. سيم ماين. منو مسوي لنا؟ أنا. إنزين وهني يوميا بيت خلف شو كان؟ عندي تي. تي. وهني بيتنا؟ خاص بس. بس خاص وخيار إيه. الحمد لله زين إيه. زين ها شوف تعالي ها ايش عندك شوف هذا زي زرع شوف هذا كبير وصال ايوه وايد كبير وايد كبير 6000 ما يقدر نفر ينزل لا هذا لازم اربع خمس سنوات زين يلا خليه يجي نفره صلاح دبي هذا ابوينا العرايس ها هذا من العرايس هذا من العرايس عجب عجايب الدنيا أربع وكل واحد تختلف عن الثاني أنا واحد نفر يقدر هذا الشيء ثاني نفر ما يدري هاي ترو متشيل واحد بابا شيل واحد أنا يلا 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 شيل واحد أنت واحد شيل أنا يلا 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 نزلوه أنتوا قبل يا ويلكم يا ويل انطاحت زولتكم تزويل ايه صلاح لازم كرسي لا لا ما يسوي مشكلة يقدر ما يكسر 100% سرت منك سر انا بقبضك يلا شوي شوي انا خلاص خلاص ما في مشكله لا لا يا سير من هناك يلا بعد يلا بسم الله ها يا ويلكم انطاحت والله لازولكم ها 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 ما شي فايده ما شي فايده ما شي فايده ايه تري تحمل تحمل راشد راشد خوز ريلك من النص راشد شير ريلك من داخل شير ريلك شلك برق بتتكود عليك راشد شير ريلك برا يلا ايوه ايوه اي ما شاء الله صبر 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 ايوه ما شاء الله عليكم هيك ابو خنا ايوه ايوه هناك هناك سيده سيده منك منك ها هي هي يسار يسار وين بيت توم توني 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 جار ودي توني جار ها ايوه 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 المهتر انت تكون واغمي على التصوير فات تكون بكبره لكم الله كتب اني اكون وياس اصور ها منو عجوز ايوه ما بعيوز هي هالحجم الوسط هذا ما في زياده وزن هذه مرحبا بالعروس مرحبا بالعروس مرحبا بتفيروز مرحبا بتفيروز مرحبا بتفيروز يا سلام سلام من سلام سلام من سلام سلام من سلام يا حافظ يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ على الزين هناك عند عدال خته مرة ايوه بارك الله فيكم ايوه ها ها ها. يلا يا حافظ يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ هذا عدل الجمالية الجمالية الله يحفظكم في الترنك هذا اللي تشوفونه في الغصن في اليد مالها هذا جمالية في هذا هذا جمالية في هذا هاي اللي يقولكم أصلها من سقطرة يبتاع عن أبوي في دبي ما شاء الله عليك يا دبي كل شيء فيه تفنى ايه خلوها لا ها وين بتخذ سيارتي خلاف ايه هاي على الله يحفظكم بتفيروز وهاي ابدا شفتوا مطولها هاي حياة فطوم الشلقة
حليل حليل على الله يغفر لها على الله يغفر لها حياة فرطوم الشرقة يعلها الجنة يعلها الجنة ترى فرطوم الشرقة ما ميت من زمان من قريب هذا من 10 سنين لو 15 سنة من أكبر المعمرات كانت أي هذه عاد ها هاي أم الحناية هاي أم الحناية هاي أم الحناية هاي أبي يقول لك شنق بن عنق هذه شنق بن عنق تبارك الرحمن تبارك الرحمن هذه أبوي شنق بن عنق شوي شوي ها شوي شوي بروف 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 يا ركم الله يا ركم الله هيوة ابعث رجال ولا تبعث دراهم بعثت بالرجال يأتونك بالدراهم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هيا أقول لك الطول طول الخله والعقل أقرص خله ويلي يطرونها يتعظمن غدا كل واحدة طول البرج عاد ما في بيتنا بيتعظمن هيا أخذ لها السرير دهر وين ركب واحد من كل النفر موجود كل النفر موجود كل النفر موجود واحد من يقدر هذا من 2 نفر 3 نفر ما يقدر ها انت وين ركب كم هذا 6 نفر ركب لا احنا بنبدل هذا بوت هذا يسوي تشنج يسوي تشنج احنا الحين حطوه هنا هني ها هني صف واحد لاين صفوه لاين واحد لين خلاف صلاح شو تسوي؟ صلاح شو تسوي؟ شوف شو الترنك ما شاء الله شو الترنك المكبرة عد هاي حافظ على هالعجفة حافظ على هالعين العجفة ما زين هالعجفة يا أبوكم هاي جمالية جمالية الله يحفظكم في هذا هاي الترنك مالها هاي الجمالية الجمال ما بله في الورد الجمال في الترنك شوف ايش قال تحييسات وايش قال القاضي ها تبارك الرحمن تري ما شاء الله على كل بيت بدل هذه الفرنكات ان شاء الله درجة على الحي هاي هاي شي شلها عاد هاي المصيبة يلا واحد اثنين يا ركم الله يا ركم الله هاي هذا مدح حول الكلب وسرق هنا كورنر 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 كار كورنر 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 ها ما شاء الله رقم واحد هبع منو بيروم يحملها يحطها في داخل فوتاتي دا شو بيشيلها لازم ابوي رافعه نزحب البوتات ونعدلهم ونزينهم ونجيب لهم رافع ابوي يقول رافع مستحيل رافع وعقب نزحزحن على هوانا يا اخي عن الرافع لا بد ولا عذر شي شلهن ما يشل جميل هذا الجمال اللي في الدنيا كله في ترنكها شو ما شاء الله تراها تراها اقصرهن هاي تقريبا مترين هذه مترين هاي تقريبا 3 امتار زين هذه مترين هذه مترين لكن هذه اجملهن كلهن في الترنك من ناحيه الورده سبحانك يا رب صلاح شو هبع بع شو ماكل ماكل حوار يلا ايه ودنا فرع اعطوه ريوق خليه يتريق سارح من الفير من الورسان اقول لك صلاح يلا بسرعة حبي تعب بنيه شوية شو بنسير اول شيء بسير عندي شغل في تسهيل ومن عقب تسهيل بسير الله يحفظكم بسير بفعل البصمة مال هاي البطاقة المنشأة قالوا لازم اسير افعل البصمة
زيد. وعقب بسير عندي تبع الشغل مال مستشفى مستشفى تعريف يعني خدمات المستشفى وعلم وخبره. بخبركم شو هو المستشفى الحين. تقول 6450 زين. الان كم اعطيني هذا؟ كم هو يقول؟ هو 6450 زين. انا اقول الان اعطيني هذا 6500 اعطيني هذا 50 درهم هو هديه. زين هديه شيل من معاشك انت وانت عطه. شيل من معاشك انت. شيل من معاشك انت وعطه. حننا. بارك الله. يلا. شو تبع؟ شو؟ تبي شيشة؟ هذا لازم الملكية الحين أنا بعض الملكية عندي واتساب يا تدي. إيه حلو. كرسي لا كرسي كور؟ لا كور كرسي لا بس مخفي. لا 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 صلاح لا لا. بس لا ما بسوي تلبية سيارة لا لا. لا 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 طاز. إيه. مخفي لازم انت تشوفه انا بوديك حبيبي انت نقالك المخفي والعزل الحراري حقك وحقي انا ما بالحين عاده صبر خل انت نقالنا شركه زينه يكون فنانين وشغلهم ولايتي وخلاف نتفق على ثيايرنا بهنتين بوديهن انا وانت الشيشه حبيبي من غير لازم يبول ملك حق السالك انت ما بسير دبي بسير دبي انت اسبوع يعني بسير دبي وشو اللي تبي انت ان شاء الله حبيبي نركب لك سالك وسير دبي ايش عندك انت بعد تيجي مالكيه وكله خلاص بعدين نروح دبي ان شاء الله يقول صلاح ماني شو سوي كل يوم داخل البيت سمسم خرمة درامونا ليه صلاح لا انت ليش تحط ايدك هني؟ لا ابدا انا لا ادري انت ليش تحط ايدك هني على صبر صبر انت ليش تحط يدك على خدك؟ لا حبيبي لا شو تبى تسير دبي؟ ان شاء الله حاضرين خلينا نحط السالك وبخليك تسير دبي زين؟ يلا ثانك يو دواركا دواركا لا صراحه قولها دواركا شو الكلام؟ شو قلت الحين انت؟ اختها هي يقول صبري من يخلص شاب اشيل الكوب وياك الله يحفظكم اليوم السير صلاح صبر صبر علي يا حبيبي اليوم بسير الله يحفظكم مركز تجميل اسنان في مدينه الكرامه تابع لفي بي اس اللي هو كلهن المراكز اللي جيتن العيادات والمستشفيات طول السنة هالي اختفت والعام كلهن ابوي تابعات لفي بي اس للرعاية الصحية كلهن ابوي كلهن الكبار هاي اللي تشوفونهن اللي الوحدة اللي كل عيادة تحراها فندق خمس نجوم كلهن ابوي واليوم برويكم مركز تجميل أسنان اللي في وين في مدينة الكرامة الساعة 12 بكون متواجد على أساس أقابل الدكاترة وأقابل المختصين نشرح للعرب شو من الخدمات يقدم الخدمات مال بلاش ما بمال بيزات كل بلاش صح صلاح كده شكرا صلاح ابدا مع الخير يا شقرا كل اللي تبدي من الصف وين تبي تصير فرح خلاص بتصير الفلاح سيده سيده احب تصير الفلاح الساعة 11 سريع ان شاء الله سريع الوقت يخط سريع كل من عمارنا يا صلاح زين صلاح وين بتصير مبارك بصير بيت فاطمه مبارك ايه. الحين ايه. رمسيته موجوده في بيته هي بابا مسكر عيل ما بموجوده حبيبي البيت انزين بصير بيت تمسير بيت تم تقهوى وعقب بصير بيتكم الفلاح زين يلا مع السلامه حبيبي ثانك يو شوفي خلاص بتين المغرب شوف المغرب ما بتي على هواك ان شفت عمرك بتيني تعال ما تبتي الله يحفظك سلم على ربعك ليف بن اياس ايه كان حيين يقوله ها ايوه ثانك يو شو اليوم الغداء سمك مشوي شو قبب راس ولا ذيل راس اشكر فنك يا سلام يا سلام يا سلام شكرا جزيلا سوي يا شويونه تعيش ابيض زين شويونه ريحه بارك الله فيك ثانك يو
هذه منطقة الكرامة أبوي جيناها وحين توني واصل. شيء طبيعي تأخرت. والمصور يتريق. هذا مركز تجميل للأسنان. هذا أبوي مركز تجميل. والله العظيم يا أبوك من زيغني زياغ النصيز ما وحالي. دقيقة ما أخذت توني بنزل جامعة بصور. قاق عن أبوك ما فيك صبر. ما أظني هذا نزل من بطن أمه في شهره الخامس بعد منو؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف؟ السلام عليكم بنتي. أنا وصلت الله يحفظكم مركز تجميل وعندي موعد مع الدكتور بولا والدكتورة مارينا. شو من الخدمات اللي تقدمونها في المركز؟ إحنا المركز هي عيادة أسنان وعندنا كتير تخصصات. عندنا أربع تخصصات ودكاترة عامين. تخصص عندنا تخصص تقويم، تخصص الفكين والذراعة، عندنا تخصص للتقويم. شيء جراحين يعني عندكم؟ أيوة، عندنا دكتور اختصاصي بالجراحات الذراعة وجراحات الفكين. أيوة. أيوة، وعندنا الدكاترة خمسة دكاترة جي في اللي عندنا بالمركز. دكتور بولا، دكتور مارينا هم دكاترة جي، دكاترة عامي. زين، توكلي على الله. يلا شيخ شوف. هلا وسهلا. حيا الله. ومحمد مرحبا بك كيف حالك؟ خير ونعمة. زين عقلك شمعة سبع عرفك؟ لا تعرفني؟ أكيد ما بعرفك. الحين والله مليون مرحبا. مركز التجميل الطبي عندي موعد بسيط. لقيت شخصية طيبة عندنا وشخصية يسوي لقاء طيب هني في هذا المركز اللي هو طبعا والله طيب طيبك غني عن التعليم. إيه الله يحفظك. ومن والله مليون مرحبا بالأخ حارب بارية السوشيال ميديا. كيف حالك؟ لا حليل يا نهل كبير بالنسبة لكم انتو بسم الله ما شاء الله العمالقة يا على الله يحفظك. أنا توني عليمي العليمي غير يا ربي كان حشمة المستشفى فوق تحت. أقول لك إذا نحن عمالقة أنتم ما شاء الله لكم أبراج يا على الله يحفظك. عمات على الحاجب إن شاء الله يطول من هذا كنت إن شاء الله. شو عند منو دكتورك أنت ليته؟ دكتور بولا هذا اللي سلمت عليه العود. ما شاء الله عليه. عندك إياه. أنا جاي عسب. زين. جاي عسب الدكتور بولا هالي تشوفه. زين. يطرون وياي أكتشفه والناس عسب تعرفه. زين. أنت تعرفه روح. أنت لك كم تعرف أنت دكتور بولا؟ أنا من 15 سنة. أشوف. بتس تشيز بليز. زهادك بالناقة. والله الدكتور بولا بسوايا. أشكر يا دكتور بولا. شوفك روحة غناية على الله يحفظك. والله غناية منك وفيك الله يبارك فيك. أنت شخصية إعلامية مميزة على الله يطرح فيك البركة. الله يبارك ما شاء الله عليك. خالتك متشبث بعض من شبابك. كلك فنان بكبرك غالي سبحانك يا رب. رقم واحد. لا ما تعرف حالك. سلامي لك ولأخوانك وكل الله يطرح فيك البركة. سامحنا وخذ وقتك. جزاك الله خير. الله يطول عمرك. جزاك الله كل خير. زين بطرش لك إياه هذا. على هواك سوي لي تبغى خليني ارمس الحين شوفي انا قبل ما اقابل الدكاتره انا بقابل الدكتور والدكتوره قبل ما اقابلهم ترومي تسوي لي تور في عيادتكم تسوي الدكتور بتشوف الكلينيك اللي عندنا موجودين بالعياده زين والطابق الاول والطابق الثاني حق العياده يعني واريد اشوف حتى غرفه العمليات ايوه خلاص بتشوف الغرفه والكلينيك بالنسبه للعمليات يعني الكبيره ما بتكون انت من وين انت من وين انا من المغرب والله والنعم بالنسبة للعمليات اللي بتكون يعني العمليات الكبيرة اللي بيتحولونها بارجين يعني عمليات الناس الكبار وفي حتى العمليات للأطفال هي نعم الاختصاصين بيكون عندهم تخدير كامل فالتخدير الكامل بيكون بالمستشفى الرئيسي زين حوي بتاخذيني قبل بنسوي جولة بالمركز نطلع للطابق الأول وبنشوف العيادات بارك الله فيك ما زين لحنات يا بوت انت معرسة لا معرسة معرسة يا بوت لازم تعرسين بسرعة يعني واحد يستاهل سامحينا بنتي ما سولفنا وياك تعال ما تكلم عربي عربي لا ايوه where do you come from ما شاء الله بارك الله فيك اوكي يلا نتفضل يا توكلي على جرب الدكاتره الاسنان وجرب دكتور بولا بتسمع انزين وبتشوف وبتعرف ان هذا الدكتور غير عن باقي الدكاتره انا جاي مخصوص اسبه والله زين انا جاي مخصوص اسبه شوف انا اشتغلت ويا الدكتور بولا من سنه تقريبا اكون صادق وياك من سنه 2004 واليوم هذا انا وين ما يصير وراه سبحانك ليش لان عنده ما شاء الله يعرف هالبلاد ويعرف اسنانهم شو قايل وكيف العنايه فيها وهم شو يبون اصلا سبحانك يا رب كل اللي يبون العرب بشرت لي تباه انت الله يطول عمرك وانت بعد الله يطول عمرك وجرب وبتشوف ان شاء الله لا خليت معك شكرا اخوي شكرا 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 من أول يا حق بولا
وين رايحين الحين؟ الحين راح نسوي جولة صغيرة بالعيادة الطبق الأول وبنشوف العيادات اللي عندنا. هذا المكان للأطفال. هذا مكان للأطفال لأنه إحنا عندنا دكتورة اختصاصية أطفال فما شاء الله بيجونا أطفال وايد للمركز فبيجون. ومت واللي هي أي مثلاً أم ويا عيالها؟ بتجلس الأم والولد بيكونوا يجلسون هون يلعبون. يقدمون. مثلاً لم تبي تتعالج تخلي عيالها هني؟ لا مرات بتأخذهم معها مرات الناني بتكون موجودة. ويتم هالموضوع أيوة حق العيال. مشكورين على هالعناية الخاصة. قاعتين شيء. قاعة هاي ما بروم أصور فيها لأن فيها حريم. هذا الدكتور اللي تاني يصور لنا. وشيء صار مني على اليسار ما بروم أصورها شوي بصور تي تي واحد اثنين ثلاثة ما حطها. ما طلعتي طيب بس ريولك شوز. شكرا جزيلا. يلا. أنت متأكدة نحن في عيادة؟ أكيد عيادة. ما شاء الله يا هالعيال. يلا سيري. بسم الله. المكان اللي تونا ظهرنا منه. هاي الاستراحة اللي تحت. وركبنا على الدري هذا ها. على ما تشوفونه ها. وهذا بعد شيء استقبال من فوق. حجز المواعيد والاستقبال. وهذا القصر. وين الحين هذا؟ احنا بالتقلونج هذه بتكون. شو يعني التقلونج؟ ثقل لونج. ايوه فهذه الغرفه بتكون حق الناس اللي احنا كل البيشنت بتاعنا في اي بي بارك الله فيك بس هذه بتكون يعني للسبيشال هذا اي حد هنا يتبونه ولا بس السبيشال بيشنت مو بس السبيشال بيشنت يعني اي واحد مرات لما تكون اي حد ابوي من الامارات كلهم سبيشال ايوه الامارات ابوي كلها سبيشال أيوة. واللي ساكنين في الامارات كلهم سبيشال احنا كل بيشنت بيكون الحمد لله في اي بي بس الكار يعني شيء وايد جميل هالمكان المكان روحه يسوى له بلاد حتى لو ما فيه ويع ضرس بيين ويع ضرس شو اسمك انت؟ ايمان ايمان نعم انت متاكد ان هذا أيوة. هاي عياده أيوة. اسنان؟ عياده اسنان مكواكم مكواكم هي ما بالله قالوا مركز تجميل وهم حليانين كل شيء عندهم جميل رب الله انتم اسمي ايمان ايمان هذا ثقلانش خلصنا منه ايوه خلصنا من الثقلانش والحين بنشوف الكلينيك العياده العاديه للدكتور بولد بنصير حق الدكتور بولد حق الدكتور بولد يلا سير قدام وانا وراك الله يا الاول سنين الاولية العيادات ما بهالنمونه الاول العياده من تدخلها ريحه الديتول تحرق العين السلام عليكم دكتور كيف حالك انت يا ابوك عاد مسوي قبل ما يجيك انا جاي انك ما شاء الله علي حارب يلا الله يبارك فيه ايوه دكتور انت وحداوي ايوه مش كذا انت بنادي الوحده وفي مصر شو زملكاوي ولا شو ها اهلاوي ما شاء الله عليك بارك الله فيك دكتور عندنا هنا احدث الاجهزه ما شاء الله عندنا الالماني لو السيرونا ده احدث حاجه موجوده هذا الكرسي الجهاز كل حاجه الماني سيرونا الماركة سيرونا. سيرونا ايوه عندنا جهاز بتاع الحشوات والتلبيسات اللي هو الكمبيوتر تاخد الطبعه بالسكانر عندنا الميلينج ماشين تحفر لنا الحشره والتلبيسه يعني. كله في مكان واحد كله مكان والله تفكون العرب من سر وتعال وبنسوي الحشوه بن التصنيع شرق وما ادري شو غرب يعني هروح انجاز عندنا المكتب ده كله تصنيع هذا يا ربي تجميل انت وايد مدلعينكم الدكاترة ها دكتور؟ نعم وايد مدلعينكم؟ اه كثير ما شاء الله ما شاء الله تفضل دكتور شو طريقة تحيي العرض هذا؟ شو يعني؟ ايباد كبير شوي والله مبزينكم انتو هذا المركز هاي تظهر الأشعة اللي تصورون هناك على طول تظهر. دي الأشعة البانوراما عندنا في غرفة ثانية ليها. هو هناك يصير وأنت تشوفه من هنا. شيء جميل والله. أنا أول مرة بحياتي سرت الهند والسند ما شيء أبوي هالنمونة. هالنمونة ما شيء ماش موجود لا في أمريكا ولا غير أمريكا. كان بقول لك حق الرئيس الأمريكي روحه يمكن. لكن حق الناس الأمريكان العاديين ما أظن يسوي لهم هاللعبة كلها.
زين يا دكتور بولا، والله مليون مرحبا بدكتور بولا. زين، شو تخبرني عنك انت كدكتور بولا حين حارب بارك الله فيه السويدي؟ خبرنا ما قصر يا غير، انا لين الحين ما اعرف عنك اي شيء، وكل المتابعين يبون يعرفون منو دكتور بولا. اكيد طبعا، انا اسمي دكتور بولا محسن، انا طبيب اسنان عام. ما شاء الله، انا موجود هنا بشتغل من 2004 تقريبا. تبارك الرحمن. معظم الحاجات اللي بشتغلها حاجات اللي هي الكوزماتكس، اللي هي الهوليوود سمايل، الفينيرز، التبييض. تجميل. تجميلي. نعم. اللي هي التجميلي. شيء جراحه ما يخصك انت فيه. لا جراحه. لا. انت الاشياء التجميليه. التجميليه. ايوه. ممكن تشيز؟ يا سلام، خرب الله ما شاء الله عليك. شو الحالات اللي تيك دكتور؟ هي معظمها تجميلي، لانه هو عايز يركب هوليوود سمايل، عايز يصلح الابتسامه بتاعته، واحد مثلا اسنانه مخترقه مش عايز يركب تقويم، فبنعمل له تلبيسات او بنصلح له الابتسامه بالفينيرز. سبحان الله، كلها حاجات تجميليه بنبيض. دكتور، في فئه عمريه معينه اللي تعالجها ولا كبار وصغار؟ و يعني معظمهم من الكبار، يعني فئة الشباب ومع السن الثلاثينات الأربعينات دي أكثر. أطفال ما يخصك أنت فيهم؟ لا، في حد في تخصصات تانية للأطفال، في دكاترة تانيين متخصصين أكثر. أيوة، جزاك الله الخير، بارك الله. شو الأشياء الصعبة اللي جتك هني دكتور؟ الأشياء الصعبة، الحاجات الصعبة اللي هو المريض ما بيبقاش مهتم بأسنانه، أو بتبقى أسنانه خربانة خالص، وأنت بتصلح كل حاجة من الصفر. أيوة. من تحت الصفر. يكون هذا مرة عاثر. بالضبط. ويكون شيء متعب صح؟ يعني الحمد لله، بس النتائج بتبقى كويسة. يطول النتائج طبعا، تاخذ وقت، تاخذ وقت. انا هي من زيرو اييك 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 عباره خرابه طبعا. كذا شهر. اي والله، لا هاي ناس كذا سنه، في ناس بتاخذ سنين، اللي هو التقويم، التقويم بياخذ وقت طويل، لكن بالنسبه للزراعه او التركيب او كده ممكن في خلال كم شهر يكون الموضوع خلص. سبحان الله. شو تنصح دكتور للناس اللي ما عندهم الم في اسنانهم او ما يشتكوا من الم؟ هل ضروري مراجعة طبعاً الدكتور؟ حتى جداً. مثلا ما في ضروس معورني ولا؟ طبعا لازم يبقى فيه متابعة دورية كل 6 شهور ومع تنظيف. ليش؟ لازم، عشان يبقى فيه تشيك اب دوري، لو حصل أي حاجة بنلحقها من الأول. سبحان المريض الله. لو طول ممكن يكون فيه بدايات سوس بتقعد تنخر في السنان، يجي بعد سنتين موجوع ولازم عصب ومشكلة. فلازم ننصح المريض كل 6 شهور يعمل تنظيف ومتابعة دورية. والتنظيف كم ياخذ وقت؟ ممكن 10 دقايق ربع ساعة بالكثير. والله؟ انت عندك موعد مع حد الحين؟ لا، بارك الله فيك. انزين دكتور، انا بخلص مع الدكتوره. اهلا وسهلا. وبرد اباك تسوي لي التنظيف. انا حاضر. بلوشي. تحت امرك. ان شاء الله انا ما جبت بطاقتي مال الصحه. بالهويه تسوي صح؟ بالهويه كل موجود. بارك الله فيك. تحت امرك. دكتور بولا. أهلا، شكرا جزيلا. ما بالله، شكرا جزيلا مني، وطي ترى برد اجيك بعد 5 دقائق، بخلص مع الدكتوره وبيك. ترى ما يف مال الضروره، مال الصحه، مال ضمان، والله من صدق. لا، ما فيش مشكله. بالهويه يقولون يستوي صح؟ طبعا، كل حاجه تمشي بالهويه. صدق والله؟ طبعا. بارك الله فيك. شكرا. شكرا شكرا دكتور. السلام عليكم دكتور، انت مين؟ عبادله. منو؟ عبادله. العبادله؟ نعم. اسمك العبادله؟ لا، عبادله. عباد الله. نعم. سبحان الله. Where do you come from دكتور؟ From Pakistan. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. شو الشغل مالك تسوي؟ شغل بس تجميلية، فينير، هوليوود سمايل. The same دكتور؟ نعم، نفس الدكتور بولا. أيوة. بس في ديجيتال سمايل ديزاين وكل شيء. ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. أنا أريد تودوني مكان مال الجراحة ممكن؟ دكتور، هذا بس الكلينيك، العيادة للدكتور الجراحي يعني. تقريبا الدكتور الاختصاصي الوحيد اللي عندنا بالشركة. بالنسبة كيف خبرتك لهذا العمليات التخدير بتكون كبيرة؟ بتكون بالمستشفى بورشي. لكن هني شو؟ هون الدكتور بس بياخذ الأشعة، بيشوف الاستشارة، بعدين بيبعث موافقة للعمليات. هي على حسب. إذا العملية كبيرة سويت هنا في في, في, في إذا العملية أصغر بتكون هون، مثل الزراعة، مثل زراعة العظم، جراحة الفك، هذا هني هالشي موجود بنسويه. أيوة. أوكي، بتكون العملية كبيرة، يعني المريض بيحتاج مرات بيكون عنده فوبيا، يعني بيكون عنده خوف كتير، خواف. أيوة. الدكتور لازم يسوي له عملية تخدير كلي يعني. إن شاء الله. أوكي. حوين بتوديني؟ هذه هي عيادة الدكتور الموجود. هل موجود الدكتور؟ الدكتور موجود. نعم، هذا هو الدكتور شلي، موجود عندنا اختصاصي. السلام عليكم. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله. الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله. تتكلم عربي؟ شوي شوي. احنا بنعلمه شوي عربي. انت دكتورة؟ دكتورة انت ما دكتورة؟ انت بالاستقبال. شو اسمك قلتي لي؟ إيمان.
إيمان. إيمان وين متنقلهم دكاترة كلهم فنانين ما شاء الله على الفرازة. حب مسكين الحين طايف الطوشة ما عرف أنا شو قلت أنا. ما شاء الله ما شاء الله. Have a seat دكتور. دكتور شيري how are you? I'm fine thank you. دكتور شيري اختصاص جراحة تجميلية في الفك وزراعة. يسوي كل أخته و 13 years yes 13 years in the dentist the industry post specialty 5.5 years ما شاء الله ما شاء الله and you in UAE how many years in just 5 months only 5 months yeah. where you was before I was in Gujarat in India ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله you happy in UAE yes yes I love it You are so lucky to be here. Yes, yes. Alhamdulillah. Yeah. And also we are happy to see you in Abu Dhabi. Nice to meet you, Doctor. Same here. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Doctor. Thank you. Bye-bye. Inshallah, see you Inshallah. Next time. See you. Thank you. قرب الله ما أدري منو اللي بتنقلهم كل واحد ما شاء الله يغير شنك بن عنك. زين وين الحين؟ الحين نشوف دكتور مارينا هي دكتورة عامة وتخصص أطفال. من وين هي؟ دكتورة مصرية. زين السلام عليكم دكتورة كيف حالك ما علي نصور وين بيبي ما شاء الله كم شهر ما الله يسهل عليك إن شاء الله ولد لو بنية الله يطرح في البركة يجعل إن شاء الله مواليد السعد ويحافظك إن شاء الله عندك قبله شيء عيال الله يطرح في البركة تفضلي دكتورة. دكتورة مارينا شو اختصاصك بالضبط؟ أنا جي بي بس. جي بي يعني دكتورة عامة. دكتورة عامة أو. أها. معي زميلة بريطانية وأيرلندي. ما شاء الله. حاليا يعني أنا بشوف الأطفال بعمل عمليات للأطفال. شو الحالات الصعبة بالنسبة للأطفال؟ شو اللي صادفت شيء صادف شيء صعب؟ يعني حالات صعبة إن إحنا بنحاول هنا في الأول طبعا بالعيادة اللي إحنا نعالج الأطفال. لو في حالة ان يعني الطفل مش متعامل قوي معانا بنجرب حاجة الاول اسمها يعني نيتروس اوكسايد عبارة عن غاز برضو بيبقى هنا موجود عندنا في العيادة نعم. عشان نحاول يعني نعمل كنترول اكتر او مانج اكتر للطفل نعم. اذا ما كانش كتير برضو بيبقى صعب ان هو مش متعاون عنده اسنان كتيرة فيها تسوس وصل للعصب فبنحوله على عمليات دي بنعملها في بيرشيل بتبقى يعني فول ماوس تريتمنت يعني علاج للاسنان كلها في جلسة واحدة بارك الله فيك أهلا بك ها سؤال ما ملوش دعوة في الشغل أنا أحب أسأله كل إنسان يكون موجود في دولة الإمارات مبسوطة عندنا؟ أكيد تحسين كأنك في بلد صح؟ طبعا الناس فريندلي والابتسامة والمعاملة حسنة كفاية أنهم يعني بلد بتيوفة الحمد لله حلوة أنها بترحب بالناس كلها اللهم لك الحمد ناس ودودة جدا طبعا الحمد لله عندك صداقات عوائل إماراتية؟ أوه. الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير وانتو شعب راقي وانتو شعب ممتاز انتو ناس طيبين انتو دم ولحم معانا يعني انتو من اهلنا يعني عبارة نحن نكمل بعض منذ النشأة منكم الدكتور وعالجتونا ودرستونا وثقفتونا كل شيء الحمد لله جزاكم الله كل خير مشكورة دكتورة بارك الله فيك الله يرحم والديك والله يسهل عليك ان شاء الله مع السلامة دكتور عباد الله مرحبا كيف حالك الحمد لله دكتور عباد الله you have very good ما شاء الله عياده شكرا in english yeah good clinic yeah. clinic yeah شكرا, إيه شكرا تبارك الرحمن زين شو السبيشاليست مالك انت داخل انا اشوف في a lot of camera a lot of things هذا مكان هنا اسوي تجميليه مكان هنا اسوي تجميليه وديجيتال سمايل ديزاين لازم ديجيتال لازم ديجيتال هذا كل شيء انا اسوي تصوير اسوي تصوير وهذا التصوير انا اسوي سند من سبين وهو اسوي التركيب من الاسنان بدون اسوي اي شيء من الاسنان اول وبعدين المريض ونفر شفته كيف اسنان بعد اذا في حلو بيسوي علاج وسوي تجميليه من فيس وكل شيء وهذا كم فيه هل ثقة ولا ما في ثقة؟ لا ثقة ما يدفع هذا هذا لا هذا تجميلية بدون ثقة هذا ثقة ما يدفع بس في إن شاء الله يجي أنا أسوي إن شاء الله 50% ديسكاونت زين زين
How many years experience, doctor? I almost now, since last 5 to 6 years, I'm very much involved in MashaAllah, MashaAllah. Where you work before? I did my training from Ireland and In Ireland. مستشفى برجيل وبعدين هنا. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah. You do for the girl or man more? For mostly a lot of females, they come for Tajmilia, for Hollywood Smile. أول وبعد, you know, we have to design the smile. So we can do for both, the female or male. No, when lady come here or man, first you show him. Yes, first we do تصوير وكل شيء. Uh-huh. بعد ممكن يومين ثلاثة يوم أنا بشوف بشوفته إذا كيف أسنان يجي بعد. Uh-huh. من ديجيتال سمايل. إنزين. وإذا في حلو they like it we go ahead with the. How long this will take? This will take 10 to 15. دكتور عباد الله, thank you very much. شكرا. I hope you to إن شاء الله everybody is understand what we talk. إن شاء الله. About. إن شاء الله. I think I am in right place. Yes, إن thank شاء الله. You very we'll much. Take care of you إن also. إن شاء الله. شكرا. Bye. Thank you. Bye. دكتور. دكتور. He's almost like doctor. ما شاء الله. مدير, huh? Do you know why I'm taking the picture for you? Well, there is something very important you have to know it. Yeah. About me and about the 70% of the people from Abu Dhabi and Al Ain. Why I'm taking the picture for you now? Everybody's now. No. Yeah. Except you. You don't know. Because the color what you wear. The purple color. Al Ain Club. Everybody's like this color. Wallah, thank you very much, doctor. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. شكرا. هاي الحرمة اللي جابتني ما بصور, ما تبي حد يصورها. تقول يعني أنت من تي عيادة لازم تخلينا نسوي لك شيء. آخر مرة سوينا حشو صح؟ وحينه الدكتور بتسوي لي أنت تطبيق. زين؟ شكرا جزيلا. بارك الله فيك. أشوف متردد الدكتور؟ لا طبعا زي تفضل. يلا بنشوف. شكرا جزيلا دكتور. شرفتنا, اهلا بيك. بارك الله فيك. شكرا دكتور. هذا حقي انا؟ طبعا. سمعنا يعني؟ عشان عيناوي. عيناوي قول لي. ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا دكتور. شغلكم رقم واحد. شويه ثقيله لكنها في مكانها يعني ما شاء الله عليك. شغلك مضبوط لكنه قوي. هي قوي. شي عجن عجن البلاء. ما انا شغله لكن احس ان يدي ما شاء الله غلاب. مرزبة تبارك الرحمن. دكتور مشكور جزاك الله خير, ما قصرت على هالشغل ممتاز. شغلك يدك ثقيلة نعم, لكن تشتغل من الخاطر يعني تبغي تسوي الشيء الصح. تسوي تقول عليه إيدي ثقيلة على فكرة. لا يدك ثقيلة يعني, لا أنا اللي أقصد بيك ثقيلة إني يعني متمكن يعني تحط هاي الاشارات الدريل المكان الصح, مش شرق وغرب لا, نظف. شكرا دكتور. شكرا جزاك الله خير. كل تحلي بيكم شو يبى, شو لازم تعطونه او شو يجيبوا ياه؟ بس البطاقه الهويه هي للحين بناخذ, يعني ما يحتاج البطاقه الثقه. بس ناخذ الهويه يمكن نحصل البطاقه الثقه او الضمان. زين الهويه شو تشمل؟ قصدي الضمان شو يشمل؟ بالنسبة للثقة هي بطاقتي 100% الحين الأسنان. كل شيء. كل شيء بطاقتي. بالنسبة للأشياء مثل الجراحة أو بالنسبة للزراعة تجهيزات الدكتور اللي يحتاج معك بس يوافقوا لي يعني. أكيد. ما شيء يعني. الموافقة تبطي؟ بتغطي لما توافق. لا تبطي يعني تتأخر لي. لا ما تتأخر كثير يعني بالكثير يومين ثلاثة. سبحان الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. سلمي على ربيعتها اللي كانت هذيك. شو اسمها؟ هبه. هبه هبه من وين هي؟ باكستان. باكستان يسمون هبه؟ سبحان الله. مشكوره. مشكور على الزياره. بارك. انت ما تبان تصورين. لا ما بظهرك بس لما تاتي. لا ما بصور. يلا مشكورين ابوي ويعلى الله يحفظك. انت سايرات حق الدكتور مال التجميل. مال زرع الفك. والله نعم الاختيار دكتور رقم واحد. الله يحفظكم. سلم على صلاح وايد. يبلغ يا الله يحفظكم. ان شاء الله يا ام خالد جزاك الله كل خير. تابعوني انتم صلاح ها؟ والحين حاشرني يبغى يركب مخفي ويبغى يركب شو اسمه؟
بصير بهذا الفيش بترول. ايوه يعطيك فاصل حبواصل شو اسمه هذا نفوس؟ سالك يستاهل يستاهل. اوكي مشكورين بارك الله فيكم جزاكم الله الله يسلمك حياك الله مع السلامه قرب معنا الله يطول بعمرك يا رب شو اسمه امينه 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 اسمك؟ ايمان ايمان مع السلامه يلا في امان الله مع السلامه شكرا. العادي على الله يحفظكم وصلت ابوي تسهيل الحين بدخل تسهيل وان شاء الله ان الله يسهل توني جاي البيت عشان حدي رمي الحين. ها عليكم السلام. زين زين اليوم هذا فاصوليا نورمال وهذا هذا السوق ادري من السوق ايطاليان سوق جامروني سوق منو جامروني شو جامروني سوق لوبيا اسمه قامروني؟ هذا الحين قامروني سوب؟ شريمب؟ شريمبس برينج شو تو مي سمول برونز شريمبس شريمب شريمب دراي وان؟ نو نو فريش اه فروم وير وي دونت هاف فروزن في؟ ما شاء الله زين توم قربك الله الحين بينظروننا قول سي وي دونت هاف وي هاف ليتر صح؟ يس ثانك يو زين عند برون وذ وات وذ ليك سالري 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 ليكس سالري 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 ليك اونيون غارليك هي بلاك بيبر هي اند ستوك شو ستوك بعد تشيكن ستوك تشيكن ستوك ستوك مينز بويل واتر بويل هي هي ريديوس جود تيست كان ولا فكر ما يندرى الحين انا بالتغرير من كنت شفاقتي حتى باكلها قبل الـ هذا السوتيه مالي keep it for today evening also زين don't let anybody touch it يا الله ما بزين عيا yesterday the grill يا سلام number one What the name for your chicken? What you make? Bell pepper. Bell pepper chicken. Bell pepper. Everybody see it. See it. They need how to do this one. How do you do it? Yeah, quickly. This is the Italian soup. Uh-huh. Gamroni soup. Making celery, leeks, onion, garlic, and black pepper, chicken stock. Uh-huh. All together, saute and boil. Hey. And become cold. After mix grind, blender blender and strain and boil shrimps chop it saute together mix and spring onion chop spring onion leeks hey hey ما ادري اشو قال كان هي اوكي بس اللي اعرف عرف اللي ما اعرف اروح ما عرفت شكرا هريس ثانك يو ثانك يو ثانك يو ماي سن هريس يو هابي هير يس فيري هابي فيري هابي ام فيري هابي You feel you are in your house, صح? Yes. I am Baba or no? Baba. Thank you. يلا. يلا باي باي. أيوة ترى أبوي تحت هذا ها الربيان مفروم. يفرم الربيان ترى تحت. أيوة أنا أقول يفرم فرم الربيان. زادها لذيذ لذ له الدنيا كلها فيها. قلت له أبوي خلي بتعشى منها بعد. صيح اذنيك يا هلال بن محمد. تعيب الاشياء هذه نوخذاي على الله يحافظه اسبوع عاد هذا ان شاء الله بيصير البحر ضربه اذا الله جعلنا من الحي ان شاء الله عاد ما تكون شيء هويات طرف الغداء على الله يحفظكم هذا ابوي ايش شيلاني قحي اليوم بليع اللاقه ايش شيلاني قحي وهذا بحين ساعت والتبوله هلا بدون عذر منها عاد هاي حينه ها صديق الجماهير هذا ابوي باب الراس والمطاميط هاي حقي انا والطرف هذاك حق العمال يتعشونه ولا انا اسمي الحين الراس والمطاميط هاي اللي تشوفونها بس ولا شيء زياده ولا اتكلم
بنصوركم على طريقة الفت، فت رأس رأس القبابة. لما تشوفون هذا جسمي أنا، هذا جسمي، هذا الرأس، وهذه المضامير اللي هنا قلت لكم عنها ما أخذ وايد منها. ها. ها. هذا هذا اللي أنا أحبه زين، والمطموط الثاني أيوة روح مبتزلي حافظ. هذا روح هاي مالاتي أنا، والعين براي هذا شوي يقول بعد من هذا بليح طايح روحه مهان علي وده خاطري والله أكل من مشط الظهر هذا اللي هني هذا سنامس القبابة، لكن قلت خاطري والله تشابر ولا بس علي منكم بس أظني بس أشوفه إن سد سد ما سد ما بعطيهم ما بخليهم يشلون حين اللي نخلص متغدين هم هايبون على العشاء على فكرة يعني ويت أنت لا يفنش ابتديت في الحمت الفتش ولا المطموط هذا ودرت هذه البلح لأن ها ما أخذنا من تحت فأنا أتوقع أني ببتدي بهذا والشيء الزين اللي أنا متأكدة منه بخليه حق آخر شيء ولا شو رأيكم يلا قال رمزه هذا اللي تعيدون خبركم عنه هذا المرود مرود الفتش من تحت ها يظهرونه كامل يطيح روحه يعتزل تقول وبي يا حبيب البي شوف من كثر النضوي ها شوف العظم هذه التحراها بريسل يتغضن شمنه النضوي انضوي لنضوي ما ينفع غير الله ولنضوي على فكره المطاميط هاي اللي تحت هذه شفتوا وين القنقون وين لحمه الفتش حب لحمه الفتش هذه لا هذا الاسطار روحه اي تحته شواتش هذه اللي هني المطاميط هاي هذه من تسخ السمكه ترى اسمن مكان في السمكه هي هذه وين الشواتش مالاته الشواتش يعني وين الخواصر وين الضلوع مال السمكه هذا اخير بلح ويغدي البلح محومض وغير نمونه بلحه يغدي محومض يرد كأنك شاخب عليه لومي ولذيذ يغدي غير نمونه غير نمونه اللذ اللي في الدنيا كلها فيه هذا اللي تشوفونه هذا الحمر هذا يسمون البلح الحمر وهذا البلح الابيض معروف لكن البلح الحمر هذا اللذ اللي في الدنيا كلها فيه شو السبب هذا الله يحفظكم يقولون في راس الخيمه يقولون رواعي راس الخيمه ان اللم تعطيها الولد الكديد البلح الحمر هذا وهذا يجي بعد منه في الراس في سلسله الظهر في سلسله البطن هو ما بمجرى الدم ما عليكم منه يكذبون يوم يقولون والله هذا ما يرد دم البلح الحمر كذب لا بمير الدم الدم يغير في العروق ما يغير في اللحم ما نلاقين بعد هاي فلذلك اطعم ما يكون هو هذا البلح الحمر فلم تعطيه منه تعطيه الولد الكديد الريال اللي فيه خير اللي كد على البيت هو اللي تعزل له البلح الحمر هاي اللي تشوفونه وطعمه كأنك تاكل كبده صخر طعم هذا مال البلح الحمر غير نمونه الشيء اللذ اللي في الدنيا كلها فيه شيء لا صار ولا استوى سبحانك يا رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم ادمها النعمه احفظها من الزوال عين القبابة ارخص سمك في السوق كان ألدها ألد السمك هو القباب كان يبالع اليوم بتاكل محل كل دقيقه يقول لك طاولني ما ادري شو وعطني ما ادري شو هذا القراص عندك طاولني اياه عطني دهينه حط لي قطره خل حطكم الله في حمية اللهب انا ابوي ما داني حد يمر علي وقت الويبه وقت الويبه ما داني حد يمر علي وعاد هذا يبالي الله يحفظكم شويونه تشار يباله الجيمه تعيش يا غير انا موجف عاده من العيشه منيت من طوكيو كلت ودي وحده وحين خلاص رديت عاده وحين اكل سلطه وسمك شو بسوي؟ لازم اخف الحمد لله نقصت 5 كيلو من جيت من طوكيو لليوم 5 كيلو المطموط الاولي خطف وهذا الله يحفظكم المطموط الثاني لكن هذاك اللي تحت المطموط الاولي ما فيه ما بلاح جن حريج وهذا المطموط لاح جن حريج وغادي لونه حمر لارنجي رماني حر حد صاب عليه دبس الرمان وحاطنه في الفرن لكن يا ابوكم شوف
يا سلام سلم الله جوها هيث انها سمين هيث انها سمين هذا ما يستوي هالنمونة إلا مزود السمن تبارك الرحمن أسبوعين بعد غير نمونة على هالمتن زي شو أسوي عاد ها أسبوع اللي أعطاني إياه ولازم يوم بتاكل ما حد يمر عليك ولا حد يقول طاولني شيء ولا يزقرك ولا يشغل تاكل وانت خاتل كان بتصور برايك مسموح لأنك تصور باليسرى وتاكل بال اليمنى في الوقت اللي خطاه عندنا صاحب صديق من هالراس الخيمة لكن الدير أبو ظبي ذهب لكن قبل ما يتوفى صار راس الخيمة وتوفى هناك الله يعافي الله هذا مش محقق اللي يكتب يوم الضابط يحقق ويا الإنسان شيء عدال واحد يكتب ما أدري عشو اسمه الحين ولا أعرف اسم الموظف هذا الحين نسيت شو اسمه الريال هالموظف اسمه صدق حمد عطية توفى عام الأول أظني وهذا أول واحد يكتب عدال محقق مواطن من يوم نحن يهال ما شاء الله عليه لكن والله يا أبوكم استوى ومات وحيا وقزر حياته لو بتمطش عرم ويهه طز الدم مسير يومين غداه وعشاه كله سمك وبالأخص روس السمك يتعنى لين الكبرة ياخذ روس الهوامير والبواليل والنق وكل راس يقط الروس روس الهوامير ومن عند اللي يقطعون السمك وكل يوم مرقت روس هوامير كل يوم الشهر 30 ليلة يتغدى ويتعشى اليوم ويوم مرة بيتمدن خلاص ما يبقى مرقت هوامير سوى الله يحفظكم أقباب والقبابة ثلاثة أيام ياكل يقصها ثلاثة حزاز غدا وعشاء وغدا وعشاء وغدا وعشاء هو عاش وتوفى ما عرس يعني هالجنة وايدين من هالبابي بصدقان الأولين يعرفونه شخصية معروفة ومرموقة يعني الله يغفر لحمد عطية نسيبه حياة شحفان القطو حياة شحفان القطو ما أخذ أخته ما أخذ أخت كنت يا حمد عطية حمد عطية من هالرأس الخيمة يا غير مدية وغرامة السمك ليل بنهار ليل لو الهوى هوا تريق سمك لو الهوى هوا تريق سمك هذا حمد عطية لك ما شاء الله عليه ليه مات وهو يدج صاحي 16 أنا يعني الله يغفر له سامحي وحلنا من طاري يا رب العالمين والله العظيم أني ما مزح وياكم السناك ماله السناك مخباه مخبى ربيان ميبس والمخبى الثاني يوبل يوبل شريته في مخباه وأي مكان يصير القطاوة وراه وين ما يصير الله يغفر له يعني الله يغفر له ويسامحه ويحلنا من طاري نعم وين ما يصير ترى قطاوة يدور ريحة سجه وهو وين ما يصير وين ما يصير القطاوة وراه يمشي من شوف القطاوة قابضات مسويات طروق وراه قلنا أبوي هذا هو حمد هذا نسمع لك طام يوم يوم عرفوا إن حمد عطية يعني هالجنة مخبى يوبل ومخبى انغادة ربيان وساعة يوم يتعثر ما يلقط يوبل ياخذ انغارة ويعني سيارة من بوظبي ليه سوق الجمعة ياخذ انغارة ولا من سوق معيريض واحد يسمونه من هالمعيريض يسمونه سعيد القبع هو اللي يجيب له الانغاره صديقي وياه يعني الله يغفر له اعطاني سعيد القبع حي لو مات الله واعلم به لكن ما ظني مات القبع حي استراحه محارب كان الاول المركز اللي داوم فيه في الخالديه شيء مطعم الاول يسمونه جولدن فيش السمكه الذهبيه وين الاول مشتل مال الخالديه وين بنايات الشيخ خالد بن سلطان الاول الطرف هذا شيء مركز مع الشرطة هب المركز الخالدي العود هذا لا هذا الطرف هذا حتى حراسي دار والله عدال مشتى البلدية وشيء مركز شرطة من تشينكا وبليوت نعم مركز شرطة من تشينكا وبليوت الحاضر يعلم الغايب تشينكا وبليوت
لا تتخر، لا تستوى بشيء، تيميع الأمطار، تيميع الهويات، الدنيا شرقة وغربة تتجلبع. وهاك المخفر والله يا أبوك ولا عول تشين كو بليوت، وفي مال مساجين وفي مال شو نظارة وحنت الزمان كلها في هاك المركز، لكنه ما يخر ولا يعول. مشهور مركز الخالدية الأول، وكان يداوم فيه حمد عطية الله يغفر له، كان يداوم فيه يعني الله يغفر. لكن ما برايم اتذكر شو الاسم الوظيفي ماله، هو ما بمحقق، محقق شرطي هذا ليسأل الريال ولا الحرمة ويجاوبه. هذا اللي يكتب الرمسة، هب كاتب العدل، كاتب العدل روح وسكرتيره والروح ما يسمونهن. لكن هذه الوظيفة أنا ما برايم اتذكرها، دخيلكم بالله عليك تم في خاطري، اللي بيعرف يطرش ليها خاص. هذه هو اللي يكتب ويا المحقق. يين الجد هذا حين يين الله يحفظكم للجد، هذا يسمونه جد الجد، قبل الجد العادي جد الجد. أيوة ما شي رمسة، هذه العين الله يبارك فيكم ما شي، لا تسويها كاني ماني ولا همك الله ولا يحزن، كاملة ما تظهر منها لا فص العين والقرف ماله، الباجي كلي النكل كلي النكل. هذا هالي زين ما شاء الله، فصل العين كلينا كده تصير عدل العين الثانية بعد نفس الطريقة، ترد على خلاف حق الحمث الفتش. ها الحمث الفتش روحها يبالها موضوع طويل عريض، ها تخلص العين روحها تفتحها من الأسر، ترى تكون مأسورة هي. شفت اللي هدند فتشت معها، هذه روحها بعد منقير، هاي تراها شو الحمت اليفن اللي تحت العين، مرة تحت العين هاي تكون لابدة. ما يطيح شيء منها، هاي أحلقكم بها العين الله يحفظكم. هاي اللي بياكلها لا يرمس ولا يقول شيء، ويختل ختله ويختل ختله، وبيظهر أبوه من القبر ما رد عليه الكلام ولا سلم عليه ولا شيء، لين قال له لين أكل العين وارد عليكم. خلصوها من الأسر الخلفي، ردوا لها من جدها طيح فقلة كاملة، هذه كاملة تهنمونا، ما ينعد منها إذنه. هذا عظيم جدا، ترها قاوي ذاك ما ليش عقيته. هذه الله يحفظكم، هذا حين هذه يسمونها لحمة الفتش، هاي لحمة الفتش هاي بين الاسطار اللي تحت وبين العين، هذه روحها قصة وحكاية ورواية، يعني هذه يعني شيء من عجائب الدنيا السبع. هذه روحها أشوفها، روحها هذه روحها معتزلة، لا ترمس ولا تتحدث مع أي كان مرة، ما يردك عنها إلا ملك الموت، هذه ما يردك عنها إلا ملك الموت مرة، وانت مغمض ولازم تغمض عين وتبرج بالعين الثانية يوم بتاكل هذه، ولا لا تاكل، لازم عين مبرجة وعين مغمضة، هاي الحمت الفتش من شروط أكلها. اني عاد للقسم الاخير اللي هو هذا سليته الراس من فوق، هايتي مره فوق مره فوق المخ، هايتي هاي طالع عمرك يسمونها كل وسكت، يعني من عقب ما تاكل هذه لا تروم حتى تتنطق حتى بحرف، لذلك سموها كل وسكت. عرفتوا كل وسكت؟ هذا ابوي كل وسكت، يعني ان كلت لا ترمس ولا تنطق حتى بحرف، فلذلك سموك الوسكت. فلذلك أنا أجريكم التحية، يلا وفي ما الله، لأن معقب هذا كل وسكت بعد شو تريو سمعوا هالطير، هالطير تونا يعدينا، سمعوني بالله عليكم، همتوه روحها ثلاث أربع من نمونات الصيف، همتوه
من تصيح تروق الطيور لين من خاري وتازم روحها. سمعتوها؟ ظل عليك ما تخلي ولا متو عندك ولا طير تازم ابوي الا روحها في البيت. سبعونها ظل عليكم. سبعونها ظل عليكم. ايه عم الواثق الجديدة هذا المغرب. الله أكبر وأعظم. ما شاء الله هالورق اللي دي توا غاب. شو ما شاء الله كيف لونها جميل جميل قمة روعة يعني. سبحانك يا رب. هذه روح حلون وهذه نفس اللون لكن الترنك يختلف. وهذه على الله يحفظكم بعد نفس الشيء لكن ترنكها غير. شوفوا وين. وهذه بويع اللون مختلف كليا من اللون والحجم حجم الورد. هذه عادة. هذه روح يبوكم يسوالها بلاد. روح يسوالها بلاد. مرحبا. موجود؟ سويت لي 50 مرة؟ ايه؟ بعد تكذب؟ ايه؟ ما سويت لي تليفون انت؟ ايه؟ ولا لو؟ من ظهرت بدري وانت تسوي؟ يستوي يا صلاح. هادو ها. يا تليفونك. ودي وحده. صلاح. صلاح. لا تكذب. ها صلاح مرة واحدة ذاك تليفون. مرة واحدة. ليش مرة واحدة صلاح مرة واحدة ليش تكذب تقول ذاك كم مرة صلاح؟ ليش عجيب؟ قمصل قمصل صليت المغرب. ليش تقول ذاك كم مرة؟ هذه مرة واحدة ذاك. انت انا ما اسمع. ايه انت قم صل صليت متى تو الحين مذن. هذا ابو يسمع. انت صليت لو بعد. لا هذا ابو يسمع. وهل طر الدنيا صوته هالاذانات كلها لازم التليفون يذن. ايه انزين ابو يسمع ما باليد الحين. يوم تبى تسمع بتسمع انت. يلا فرش لي السياده بصلي. صلاح فرش لي السياده. شحا منو كل يوم يحط لي سيادة هنا؟ يلا لا تتكود. شكرا يا صلاح. شكرا. لا العكس. أيوه. لا لا صح صح صح. إيه. بعد شكرا. وانت ما بصلي؟ ليش؟ دوال دوال دوال. ان شاء الله بتقهوة. شو تريد في عبد الغادر؟ الأذان. شو بالأذان؟ شو بالأذان؟ ما يسمع سود. ما أذن عندك في التليفون؟ لا. إنزين وأذن عندك بتنش تصلي يعني؟ لا أشوفه. شو يعني الحين أنت؟ لا العصر سعود. أذن العصر؟ إيه. لكن المغار ما أذن. لا. إنزين يلا تعال سوي لي تليفون ما أذن يقول لك. السلام عليكم. السلام. يقولك تليفونه ما أذن اليوم. إيلس عاد إيلس إيلس عبد القادر. أنا ما في سلي. ما صلاح خل بيصير بيصلي بي. صلاح بيصلي بي حبيبي. ده سلي. على
يا اسد يا اسد اسد احضرك اما ذا بايس انا لازم انا اكبر زين انا اكبر يعني لازم صار تسمع الاذان يا ولد الاذان ايش الفائده وانت ما تصلي وين الصلاه صح اسمع عصفور وينه ما تسمع ما سمع اصلي انت ما تسمع وين ذا اصلي ايش اي انت سمعته ايه وجوده عملته روح ترطن ترمس عمرها ايه قاعد بخير مو كل ما شفت حتى تسقر عليه انت هذا لا ساعة كاملة الحين ودرني شو تتابع مسلسل ولا شو هذا يا وجهه شو عيال بقل شو بقل ما بتعدالي خبرني وين سرت وين جيت اليوم خلاص هي مديه هي اديني هي ثلاث اماكن زين بارك الله فيك بس. شكرا شكرا صلاح اسلمكم جماعه جاييني ونسيت من المهم قلت حق صلاح صار خالي ما وعيت بالله ابوي صار ويلس وياه في السياره صلاح يا ادخل ادخل يا مرحبا يا مرحبا صلاح انا ما بمشكله قايلين لك يوم بنسير امريكا لا تستعمل كرسي وايد هذا حين الجماعه يقولون خلي عبد الحفيظ بسرعه ها حياه ابوي الله يغفر ايه ابوك ايه بيقول لك بالله بعد يقول لك ما بالله ابو خالد ابوي انت تشابه صلاح انت ما تعرف هالرجال منو؟ قول لي ايش اسمك انت؟ لازم اساله ما تتذكر المشرف؟ ايه حبوبه عدال بيت قوم حبوبه اساله منو؟ زين عدال بيت زنيد يقول لك شايف انك وين في المسيد الصلاه؟ تعرف سبره بنت احمد؟ كنا نجي عندها يشوفك هناك ولده ها ولده يتحرك اخوه يتوحاك الله اكبر عليك صلاح زين فيهن اصور يظهر على العرب كلها محمد نيت اصلا وانا ياسر اشرخ صور من اول ما دخلت انت انا نظرت البيت والناس يحذروني قول والله ترى بيصورك والله وانت ما تبي تصور؟ قال لي عبد الله ترى ما بصير وياك. قول والله. والله قال لي عبد الله ترى بيصورنا. وانت ليش ما تبغى تصوير؟ حسب العرب تدريبكم كل حيين الحين انت متى مستوين؟ مستوين من متى؟ صور. انت من كم من سنه؟ من مليون سنه. مختفي على الانظار الحين انا من متى ما شفتك؟ انت مواليد كم؟ مواليد 65 65 انسي انتوا الاول اسكم دين زايد؟ اي نحن ساكن بالغربية لكن لكن نحن بيت عمك عدال بيتنا سبرة سبرة نحن انا ما عاد الاول يسقرونها سبرة بنت بن بليد اي بنت احمد هي بنت احمد بن بليد تسوي عمك عمك ابوي خوفه والله مليون مرحبا بك مليون مرحبا بهالورد اللي وياك الله يحفظكم انا الحين اقول في خاطري هذا ولده ولا اخوه صلاح الحين طر جربه والله يا ابوك مستحيل حد يعرف ان هذا ولد يعني الله يحفظك ان شاء الله يبارك فيك هذا تعال شوف فائده الزواج المبكر الادمي يوم يتزوج صغير انا عيالي ما شاء الله كبر انا بعد تبارك الرحمن الله يحفظهم يبارك فيهم ان شاء الله لحقت على ابو سبره احمد بن بليد لحيته حمراء لا مستحيل كيف توي ميت احمد بن بليد يعني احمد بن بليد يوم انا ياهل هو يصبغ لحيته بحنة يوم انا ياهل وصل 100 وشيء ايوه رحيت قول ايوه ما شاء الله ما شاء الله الله يغفر له ان شاء الله ويغفر لسبره الله يرحمه ويرحم عيالها عيالها لو هي نعم يال محد شراته شوف الاول عيالها واحد اسمه يابسون واحد حيل يسمونه براسيل
كلهم ماتوا. خدوم هو براسين وواحد يسمونه سالم يزقرونه سلومه فاعي الاول يوم نحن صغار. ها كلهم ماتوا. ما بجي غير محمد سيف داني. داني داني عندنا في الآدية في الجهاز. داني الاول يسمونه يوم نحن صغار وكلهم توفوا. تام اسم داني الصدقي محمد سيف ولا احمد؟ لا محمد. واخوته كلهم توفوا الله يرحمهم. انا حيد براسيل. هي الله يغفر له. لا اله الا الله. ساكنك ما في ابو ظبي؟ انت في المدينه؟ لا ساكن في المدينه بس الحين خلاص انقلنا ابو ظبي. ايوه زمان بس انت فين؟ انا انت اخوك الطاهر. انت اخوك الطاهر ولا؟ نعم. اي انا الطاهر درسنا في امريكا سنه 83. ما شاء الله. ما شاء الله. وسنه 92 تخرجت انا من بريطانيا ومن يومها اخذت بكارت ليبرتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كارت ليبرتي ترى عندي من زمان 92. انا جيت ليبرتي اللي في لندن. ترحي ياسا اسجلك؟ ايه اللي في ريجنت ستريت. اللي في ريجنت ستريت برايني اسجلك؟ سجل. هالمعلومات عامه. سجل. ثقافه عامه. سجل. اللي بادت تعرف الرجال هالي عندي منو؟ سجل. الحين ياسا صورت من الصبح العرب كلها ما حد عرفك من اللي يعرفوني انا. لازم يعرفونك. عرف بعمرك انت الحين. راسنا مصبح الكندي. والله النعم. من اوائل خريجين ابو ظبي. نعم. من اوائل الدفعات اظني. اي ما حد قبلكم تخرج انتم؟ بالنسبه للطلبه اللي متخرجين من الغربيه في الدول الاوروبيه انتم اول الطلب. اي نعم. اول طلب رحنا امريكا. سبحان الله. نعم. اي ولايه درستوا؟ كاليفورنيا. سنه كم كانت؟ 83. يلا. تبارك الرحمن. اقول يا سعد حظ همك اللي لقطت لها المثقفه. عبد الله بعد خرج امريكا. ما شاء الله ما شاء الله. محمد خرج امريكا. الله يبارك. والطاهر؟ الطاهر خرج امريكا. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظهم. والدك شو؟ الوالد كل الوالد سالتك انا. الوالد تعرف الوالد؟ لا. الوالد مصبح بالكندي قاضي الظفره. قاضي الظفره؟ نعم. لا اله يا ابوك اكيد اني ما بعرفه. هو قاضي. قاضي وين اعرف قضاه؟ المليتش بهم الاول. هي المليتش يعني قصدك؟ المليتش ويحل مشاكل والله ويوزع الميراث. هي قاضي يعني؟ هي قاضي. ما بمليتش. المليتش غير والقاضي غير. لا كان كل الامور يسويها القاضي. سبحان الله. كل الامور الشرعيه. يعني شو عندك من الاشغال؟ والله عندي او شو اشتغلت من عقب تخرجك؟ انا اشتغلت في التجاره من يوم انا صغير. من يوم انا في التجاره. خلي تجاره. شغلك الحكومي؟ شغل الحكومي. اشتغلت وزاره الخارجيه. شغلت عود لو قبل ما قبل بعد ما اتخرج من أيوه. سنه 88 في الخارجيه. ما شاء الله. وصلت لين درجه مستشار. رشحت نفسي في المجلس الوطني سنه 2006 وفزت وكنت عضو لغايه 2011. ما شاء الله ما شاء الله. يا الله يحفظك يعطيك طولة العمر. ما شاء الله بعك ما شاء الله متماسك. يا الله يحفظك. هل انك انت رياضي؟ لا والله رياضي شوي. خفيف خفيف. نعم امشي. اي زين. بس هذا زين هذا زين. يا الله يحفظك. صبر صبر. راشد مصبح الكندي. لازم لازم الله يحفظك تخبرنا شو طريقة اول بداية تجارك. بداية تجارتي كانت من يوم انا في الصف السادس ابتدائي. اي بديت اشتغل في التجاره. انزين. بديت اشتغل في التجاره ثلاجه في البيت. ثلاجه؟ نعم. انزين. فيها عصير وشربت هالسوالف. وعقب شافوا الاهل عندي هوايه التجاره وقام حياه الكندي الله يرحمه اخوي واجر لي محل. بديت اشتغل في التجارة. في المدينه؟ اي في المدينه. كانت المحل الناس تعرف ذاك الايام ما كانت تعرف تقرا. زين. كان محل اسمه الساحل الغربي لكن الناس تعرف تقرا ذاك الايام كانوا يسمونه محلات راشد. محلات راشد. ايوه. قمت وشليت اللوحه وحطيت محلات راشد. كنا نبيع فيها عطور وساعات وهدايا يعني الاشياء الاستهلاكيه اللي يستهلكون الناس. سبحان الله. كل يوم. يوم التيسير يعني يكون الله. الانسان يعني التجاره بعض الاوقات انا معب السفر من المدينه لين داخل العاصمة. اي نعم. عشان واحد يشتري له نعل ولا يشتري له عطر. اي فانتوا هاي خدمة عبارة لو ان بحقكم لكن خدمة. ولا واحد بيشتري نظارة الحين معقول بيطلع من المدينة لين ابو ظبي عشان يشتري نظارة ولا عطر ولا غترة ولا عقار. فهاي كانت البداية.
كيف وصلت خدت وكالة ليبرتي بالرغم أنه المنافسة وايد شديدة، جميع التجار آلاف مؤلف التجار اللي أقدم وأكبر وأعرق وأفهم في كل شيء، لكن كيف قدرت تحصل وكالة الليبرتي؟ وكالة الليبرتي مش بسيطة أن حد يقدر يحصلها. والله كان التوفيق وبعد دعم من أخوي طاهر كان مدير غرفة التجارة، تكلمني مع السفير البريطاني يزاح الله خير مضبي وخاطبه للشركة. أنا كنت أشتري من التجار اللي هناك شوكة وهذه الجماعة زين، أول ما فتحت محلات ست الكل في مضبي في الروتانة الخالدية، لكن خبرت أخوي طاهر كان ذاك الأيام مدير غرفة وخاطب وكلم السفير البريطاني، والسفير البريطاني كلم مع الشركة في لندن قال لهم احنا ننصحكم انكم تعاملون مع راشد وتعينون وكيل. حتى انا لو شفتك هاك الايام بعطيك حتى قص الملك بكبر ونعمل اختيار الساعه. حققنا لهم مبيعات زينه ما شاء الله ما شاء الله، اعطونا التوكيل في الامارات كلها ما شاء الله. يلا الله يحفظك ابو مصبح. اول تجارك سويت لبرتي وزره كان غلايا، سعر الوزار 120 درهم، سنه كم كانت؟ 94. كانت مجازفة منك هاك الوقت. صحيح. هاك الوقت أنت عثرت، بتكون عثرتك عثرت نعودة. زين. سرت لندن، كم اشترطوا عليك طلبية اللي بتقدمها لشركة ليبرتي؟ كم لازم أقل شيء كم وزار؟ كان 600 وزار. زين. منو بيشتري الوزار ب120 هاك الوقت؟ عارف كانت الوزارة هاي مخصصة حق الناس اللي هي الأغنياء. أيوة. ليش شي يميز الوزار ليبرتي عن الوزار العادي؟ نعومته وقوته. أيوة. يعني ما من الوزار اللي عقب 20 غسله ينلبس 20 غسله ينلبس وبعد ما تلبسه بشهر بشهرين ينطر. ها كان لا كان قماشه قوي سبحان الله من تنلون. تنلون هذا نوع من انواع القطع؟ اي نعم هذا اللي تنتج ليبرتي. ايوه افضل نوع قطن في العالم سبحان الله ومش الحمد لله. انزين صبر، منو اول من خذ من الوزره هذه؟ راشد بن عويضه. راشد بن عويضه؟ نعم. كم خذ؟ خذ 20 حبه. يلا ما يصك ما يطيح الا واجب هو. يلا الله يحفظه. امس الله يحفظك، انا كنت عقب امسات كان عرس الجماعي في البطين وانا ظاهر اذن علي المغرب وانا عدال بيتكم راشد بن عويضه، وش كنت يصلي الفرض بفرضه في المسيد. في المسيد اللي في بيت مروحه كل فرض يصلي في المسيد. نحن يوم نروح كنا يوم نروح مكه كنا نروح عنده في فندق مكه سبحان الله في الثمانينات والتسعينات كنا نروح عند راشد بن عويضه، كان ياخذ دور كامل ولا دورين ومجلس دور مفتوح الله يطول بعمره، والفطور والعشاء دائما عنده سبحان الله يا كريم. ترى هاي الرمسة من هاي الساعة علينا الحين كل نرمس على ما سجلت لكم كل شيء، أنا سجلت خفيف خفيف وما شاء الله على عبد الله على أبو حميد على الله يحفظه بعد حامي ما شاء الله أبو حميد ملم على الله يحفظه. عبد الله ليش بضاعتكم أغلى عن البضاعة الموجودة في السوق؟ نحن الله يسلمك عشان منافسة نعم نشرط عليهم إنه نشرط عليهم يكون تشكيلاتنا كلها إكسكلوسيف، يعني اللي عندكم انتو مش موجود عند اي حد؟ لا يعني لا في الامارات ولا خارج الامارات؟ اذا كان نفسه مش نفس اللون. ايوه انتو الالوان اللي عندكم خاصة بالمحل. والنقش؟ نقش كذلك احنا نحاول ناخذ النقش كله رول كامل. نعم صحيح. الاشياء الثانية كلاسيك اللي بتلاقيها في اماكن برا. واللي في لندن؟ اللي في لندن كلاسيك يعني، لكن اللي حقكم انتم يسوون الاشياء خاصه يعني. نحن على حسب شو الزباين يبغون. نعم. حسب يعني الترند اللي عندنا نحن. نعم. الالوان اللي يطلبونها اللي بنفسها ومشابهه، في الوان عندنا مش يعني. ايوه. شوف لندن بعض الاوقات ينزلون ثلاث الوان. نعم. معظم وقتهم ينزلون ثلاث الوان من كل تصميم. نحن توصل عندنا بعض الاوقات الى ثماني الوان من تصميم الواحد. انت تدري كل سنه اي هنا ليبرتي؟ السنة الوحيدة ما دخلت أول سنة بحياتي ما أدخل ليبرتي، أخطف عن شرق وغرب شرق وغرب ولا جيته. لا محلاتها متميزة وايد. لا إن شاء الله هن بنقوم بزيارته لدرجة أن نحن حتى المغربي نسويه ونخليه جاهز للزباين. سبحان الله.
الله يحفظكم. فالتنا للجماعة هذا المتعارف عليه بلاليط وعلاقة تحيدونه. هذا بلاليطنا اللي هو بلاليط وعلاقة المميز دوم مميز. خسرت وايد شيء طبيعي ليه ظهروا الجماعة وصليت العشاء وبدلت وغيرت ونأخذ دوم والله جاي الجم يمكن من 5 دقائق وايد لكن إن شاء الله إني بقدر أخلص إن شاء الله عندي ساعة. واليوم تمرين ريول أنا وايد أحبه وبسرعة أخلص تمرين ريول لأني أحبه فما تعايز فإن شاء الله الله بيسر الأمور وبخلص في خلال ساعة إن شاء الله. ورديت البيت اليوم الوقت وشفت شيء هبه بعد قلت قصة جميلة من الماضي الجميل إن شاء الله. الرياي اللي فيها خير كلها رحم الله والديك والدينا والديك على الله يبارك فيك. أفرح يوم أشوفه في الجيم حبيب قلبي طالع معك. هذا من الشخصيات اللي يوميا في الجيم مستمر وغادي ما شاء الله واحد عطريز يعني صدره ذراع ونص يا الله يا الله قلت ما شاء الله يعني الله يحفظك يبارك فيك. شو ما شاء الله شو ما شاء الله عليه شو ما شاء الله عليه شو ما شاء الله ما شاء الله. روح العود روح 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 ما شاء الله عليك. ما زالت أصداء شوربة الربيان موجودة فتغديت منها وهذا حينه تلاياها تام وبتعشى. شكرا حفيظ فان. بالرغم انه ما بنت اللي مسوينها يعني مسوينها هريس يعني ايوه لكن مش معناته مش شكرا لازم شكرا. ثانك يو حفيظ. اقولكم ابوي مبوني ناوي اعد عليكم قصه كانت صغيرون عيل بعد بشيلكم ما من الكبار ما من القصاص الطويلة لكن ما دي كيف تعايست مالي بارد تذكرتني باتر وراي منبوني عندي قصة صغيرون وجميل القصة وفنان وخفيف وقصير عيل يغير يوت عمري لأن خفت أني أجلسها ما يطهى وتذكرتني باتر وراي سيرة دبي باتر الله يحفظكم مركز دبي العالمي عندي شغل منوصل بخبركم ليش العنوة وش عسبه الشغل مركز دبي العالمي بالضبط قاعة زعبيل إن شاء الله بكون متواجد هناك الساعة 11 تقريبا أو 11:30 لمدة نص ساعة ولا 45 دقيقة وعقب عندي شغيلات بسير أقضيهم في دبي وغداي إن شاء الله بكرة في جميرة. عازمني شريكي هذا بجوري عازمني في مطعم شوارمة يقول إنه مطعم شوارمة ولازم تيربي خالد قلنا إن شاء الله أنا في خاطري سمك الظهر قال لا هذا مطعم شوارما يختلف عن كل مطعم هو يدلل بعدين ما دللك إن شاء الله بنطالع علمه وخبره وما أدري والله وإن شاء الله أني يعني قيلت في دبي ولا أني ضويت يا هي ضوية ولا عطنة عادة العلم عند الله. يلا أجريكم التحية وأحلام سعيدة تصبحون على كل ما يسعد خطركم ويفرحكم. صباح النور.